ضد انه نحب انسان ولا انسان يحبني ويحب معايا واحده اخرى. اغلبيه الرجال انت تكون غالطه ولا ماكش غالطه وما تقام عينيهم نهار يكون في البنات. الرجال عينيهم متملاك التراب. كان كل وحده تفيق بصاحبها ولا بخطيبها ولا برجلها يخون فيها تعاقبوا تعاقبوا. هذه تسمى خيانه انت؟ ايه بالطبيعه ما دام هو معناها مع وحده ويحب وحده وتعجبه وحده اخرى وتحب وحده يحب وحده اخرى معناها خيانه. مالا شنو هذيك هي تسمى؟ هو انت كيف هو معناها احنا البنات كيما نكونوا مع شكون ريلاسيون سيريو معناها ويشلق بيك حتى انك تحكي نورمال معناها حتى صديق ولا انسان حتى في الطريق يقول لك السلام ولا يقول لك راك تخون فيا ما ادري شنو يعمل لك منها مشكله وتكبر الاحكام فما بالك هو معناه يحب وحده وكل شيء وإذا تعجبه وحده اخرى بتبيع باش تسمى خيانه مش حتى تعجبه معناه يحبه من الزوز عرفت معناه ولا يحبها بتبيع باش تسمى خيانه هذه لو كان الرجل تحس سيتياسيون انه هو حب زوز نسي فرد وقت اش معناه شكون اللي يحبها مع شكون يبقى الاولى ثانيه زوز ليه هنا ما عادش تعرف خاطر انت وتصرفات الطفله كيما هو يعني زوز يكملوه كي يمشي يبعد على وحده يمشي الاخرى يحس في روحه يحب معناه يكملوه زوز مع بعضهم يحبوا من الزوز كهذي شنو تنصحوا؟ ننصحوا نحب وحده بركة علاش الثانيه علاش الظلم علاش نعرفش مسكينه الاخرى تعود تحبه وتنجم تكون زاده نجم تكون صدمه اذا كان تشلق به بلي هو عنده وحده اخرى خاطر ماهيش ساهله الحكايه وبالاخص تكون طفله معناه اللي هي حبته بالحق الاولى وزاد الصدمه تكون في الثانيه لو كان انت تصير معاك ويحب معاك طفله اخرى ويجي صارحك ويقول لك راهني نحبكم زوز وزوز ما نجمش تخلى عليكم ويبدا كل شيء كيف كيف عادل بيناتكم شنو تتصرف انت شنو يكون ردة فعلك خليه نمشي خليه نمشي خاطر انا ضد انه نحب انسان ولا انسان يحبني ويحب معايا وحده اخرى حاجه مستحيله بالنسبه لي نخليه نورمال مش نتعب نهار زوز لكن ما نجمش نكمل مع انسان هو يحب وحده اخرى ما تراش معناها الغلطه منك انت اللي سمحت له باش يحب توا ما عادش تعرف الغلطه من شكون خاطر اغلبيه الرجال انت تكون غالطه ولا ماكش غالطه وما تقام عينيهم نهار يكون في البنات والله بالحق هذاك هو صحيح اللي باقي يصير توا الرجال عينيهم متملاكن التراب